هذه التظاهرة التي تنظم من طرف جوج الجمعيات ديال المجتمع المدني هي ترمز أولا إلى تبرير أن هذه الساحة اللي هي أول موقع تراثي لا مادي سجل في لائحة التراث العالمي هي واحد الساحة في الهند 1997 يعني 23 عام هذا. فهذه الساحة هي كترمز لإحدى عدة رموز، أولا هي كمسرح مفتوح، كذلك في نفس الوقت كتعرف واحد العدد ديال الأنشطة ثقافية فنية ترفيهية مسرحية إلى آخره. وهذا الشيء كيجعل اليوم حنا كنحتفلوا بهذه الساحة وبغينا نبينوا بأنه الساحة ما ماتتش وما عاد تموش وعاد تبقى حية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، بحيث هي تتمتع بشخصية مهمة وبصيت كبير وهي كذلك موجودة منذ القدم. فنحن اليوم كنحتفيو بهذه الساحة وكنحتفيو كذلك بالمنشطين ديال هذه الساحة من فنانين تشكيليين من فنانين شعبيين وكذلك من مسرحيين وكذلك من فكاهيين. فاحنا كنحتفيو بهم وكنبينوا من خلالهم ان هذه الساحة لا اولا احنا اللي كنقدموا كرسالة اولا الناس اللي كيهتموا بالفنون والثقافة باش يدعموا هذه الساحة. احنا عندنا كنطمحوا لواحد البرنامج كبير بدعم من وزارة الثقافة إن شاء الله باش يمكن لنا نخلقوا واحد الجو واحد النشاط أوسع لدعم وتحفيز الفنانين اللي كيعيشوا هنا في هذه الساحة واللي كينشطوها خلال سنة خارج هذه الظروف الصحية اللي هي متواجدة دابا الآن. فاحنا اللي بغينا وهو الناس كلهم اللي يمكن لهم يدعموا هاد الفنانين فيدعموهم، لانه حاليا عندهم مشاكل اللي هي اجتماعيه خصنا بدا ندعموهم. وانا عندي تفاؤل كبير بان لا المجالس المنتخبه ولا السلطات ولا الوزارات المعنيه لان وزاره السياحه ووزاره الثقافه كذلك فهم عاد يعملوا ان شاء الله مجهود كبير باش يدعموا ويحفزوا هاد الفنانين اللي هما كيعيشوا من هاد الساحه باش يبقاو هاد الناس مستمرين وباش تبقى الساحة عايشة وتبقى دائما تلك الشعلة اللي هي كتضوي وسط مدينة مراكش ووسط المغرب. الهدف الأساسي في الواقع هو إعادة الاعتبار للناس الساحة، لأن عندنا مجموعة من الفنانين اللي كيمكن وزارة الثقافة تقلب لهم على فرص ديال الدعم وتلقى لهم ميزانيات، ولكن كاينين فنانين على الهامش هم فنانو الشارع فنانو الساحة تحديدا بالنسبة لمراكش. لهذا وربما هذه الفترة الحظر طويل الأمد خلى هاد الناس يكونوا بعاد على فرص وموارد ديال الرزق، لهذا ربما جات هذه المبادرة فقط للفت الانتباه لهم ولتحسيس ساكنة مراكش إلى أن هاد الناس راه ما عندهم رميض، ما لقاو اللي يسول فيهم، ما عندهمش فرص باش يدوزوا للدعم الرسمي، لهذا يجب الانتباه لهم. كنتمنى غدا او بعد غدا يلقاو عندهم بطاقه الفنان هم ايضا، كنتمنى غدا او بعد غدا يولي عندهم دعم جدي ونوع من انواع الدعم المؤسس باش يستمروا، لان مراكش هي جمعفنا وجمعفنا هي هاد الناس، بدون هاد الناس ما يمكن شيء تبقى لهاد الساحه ديك القيمه المعنويه ديالها وذاك الاشعاع ديالها. ننظم اليوم هاد الامسيه يعني تراثية ثقافية من أجل التضامن مع فناني الفرجة في جامع الفناء، نظرا كيف تتعرفوا بأنه مراكش من أكبر المدن اللي تضرت بهذه الجائحة، نظرا لأن اقتصادها مبني على السياحة والصناعة التقليدية، وبالتالي مع إغلاق الحدود ومع الكونفينمون هذه الساحة مات، وحتى الفلاحة اللي معتمدين عليها كاين الجفاف، وبالتالي الوضعية الاقتصادية جد مقلقة. والان حنا كمجتمع مدني صرينا باش رغم هذا الحجر رغم الوباء باش نحيو هاد الساحه، وخصوصا اللي شجعناه هو الانضباط ديال الساكنه ديال مراكش، لانه الان مراكش ولات
ولات يعني مفترتي بالاخيره نظرا لانضباطهم. دونك من بين الاهداف حتى هي هو يعني اعلان ونداء للتحسيس ديال سكنه مراكش باش تستمر في يعني في التزام التوصيات الصحيه باش مراكش تستأنف انشطتها وان شاء الله نقضيو على هذا الوباء. الرسائل اللي بغينا وانه اداره الازمه ينبغي ان يشارك فيها الجميع، سلطه ومجتمع مدني. ثانيا انه ما تيمكنش يعني نستمروا بهذا لانه الوضعيه الاقتصاديه والناس تضرت، وبالتالي خص يكون توازن بين الحرص على الصحه والحرص على الحياه، يعني على الحياه الاقتصاديه، وهذا التوازن خصنا كنا نتعبؤوا ليه باش يمكن ننجحوا. ثاني كاين كيف قلت انه الحلاقيه تضروا لان النشاط الاساسي ديالهم اللي تيرتزقوا منه هو جمع الفناء واقفه، اذا تضامنا معهم ماديا من اجل باش يعني نعاونوهم وتنتمناو باش ينفتح هذا الشيء باش يعاودوا يرجعوا لنشاطهم كاملا.